في اطار تنزيل التعليمات المتعلقه بالتطبيق الحرفي لقانون الحجر الصحي الذي قررته السلطات العموميه مؤخرا، وذلك ابتداء من يومه. هذه الترتيبات الامنيه غتشارك فيها مجموعه من الوحدات الامنيه، سواء منها الوحدات التابعه للمديريه العامه للامن الوطني او كذلك الوحدات المساعده، واللي الان غادرت المقر ديال ولايه الامن اتجاه النقاط المعينه. تعطاتها تعليمات على اساس انه التطبيق الحرفي لهذا القانون الحجر الصحي، وكذلك حظر التجوال الليلي ابتداء من الساعه 9 ليلا عوض 10 ليلا كما كان في السابق. اذا تعطات تعليمات صارمه لجميع الفعاليات باش يطبقوا هذا القانون على ارض الواقع، ويتجلى في مراقبه السيارات والمركبات اللي كتدخل لمدينه الدار البيضاء عبر طريق السيارة الخارجي، واللي تضعت لها اليات وكذلك سدود في جميع النقاط ديال الولوج. سدود كتقوم بمراقبه التراخيص الاستثنائيه الممنوحه للاشخاص اللي يمكنهم انهم يدخلوا المدينه الدار البيضاء. ما تبقى من المركبات والسيارات وكذلك الشاحنات فتعطات تعليمات، وكانت بلاغات كذلك في هذا الشان، على اساس انه اللي ما عندوش ترخيص باش يدخل المدينه الدار البيضاء خصو يمشي عبر المدار او المحور الخارجي عوض الدخول للمدينة الدار البيضاء، وذلك كيدخل هذا الشيء كله في اطار الحد من انتشار وباء كوفيد 19 اللي عرفات مدينة الدار البيضاء كغيرها من المدن، واللي كتعتبر هي الاولى نظرا للارقام المهولة اللي تسجلات مؤخرا، كذلك عدد ديال الوفيات. فهذا الشيء كله تفاعلت معه المديريه العامه للامن الوطني وكذلك ولايه امن الدار البيضاء بوضع لبنات وبوضع كذلك ترتيبات محكمه باش يتوضع هذا القانون على ارض الواقع. اذا ابتداء من الساعه 8 ليلا فالمراقبه ستشدد على المقاهي وعلى المحلات التجاريه. 9 ليلا سيكون المنع ديال التجوال الليلي، سواء بالنسبه للمركبات، بالنسبه للدراجات الناريه، بالنسبه كذلك للراجلين. لا يسمح لاي شخص من التجوال الا كان كيتوفر على ترخيص استثنائي او للضروره القصوى. اذا هذه الترتيبات غادي تبدا كانت سابقا، ولكن الان كتبدا بواحد الشكل اللي هو محكم وشكل دقيق، وكذلك كاين مراقبه، كاين كذلك تتبع باش المواطنين يعرفوا بان راه هناك خطر محدق وحال اللي خصهم كلهم يتضامنوا باش يحبسوا هذا الوباء. الا ما تضامنوش المواطنين مع المصالح الامنيه راه ما عمر النتيجه غادي تكون. اذا حنا كنطلبوا دائما من المواطنين يكونوا كذلك في الموعد، وكذلك يساهموا في الحد من انتشار الوباء. الوباء راه كينتشر من عده نقاط، منها المقاهي، منها التجمعات، منها كذلك الاماكن ديال اللعب، تجمعات بالليل كذلك في الشارع. فهذه كلها ظواهر اللي كتساهم بواحد الشكل كبير في انتشار الوباء. اذا اللي مطلوب هو تضامن الجميع، المصالح الامنيه بكل مكوناتها راه كتجتهد، كتبذل مجهودات كبيره من اجل الحد من الظاهره، ومن اجل كذلك تطبيق القانون على المخالفين اللي اما انه يسجل له مخالفه الا كان عنده رغبه انه يسجلها يخلصها مباشره، او انه كيطبق عليه القانون المتعلق بهذا الحجر الصحي للاستماع والمسطره كذلك للنيابه العامه. إذا ما على الجميع إلا أنهم يتجندوا، والكل يعني يجب أن يدلو بدلوه في هذا المجال باش نوقفوا هذا الوباء، لأن الظاهرة مازال في ارتفاع، وحتى شي واحد ما عنده يعني رغبة أنه يبقى هذا الوباء كينتشر بهذا الشكل. كل واحد من جهته خصو يحارب
خصو يجتهد وخص كل شيء ضامن تكون روح المواطنة لف المصالح اللي كتنفذ القانون ولف كذلك العموم المواطنين.